السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، المتابعين ومتابعات القناة العزيز الغالي على قلبي، خوتي وخواتاتي، كانت التربية نتاع المواد ديالنا. البنت ديالها تتقول لها شوفي، راه واحد النهار ابنتي غادي يجي واحد الراجل وغيدق في الباب وغادي يخطبك من عندنا وغادي تولي جوجة. بنتي الأسرار ديالك ما تخرجش على باب دارك، راجلك إلا فيه شي علة ما تعاوديهاش لشي حد، تكوني غطاو فراش نتاع راجلك ابدا، واش تخرجي عليه شي كلام ولا تعاوديه لا المقربين ولا المبعدين، ابدا واش تخرجي اسرار دارك ولا اسرار راجلك، واخا يكون فيه العيوب صلحيهم بينك معاه، وكذلك الراجل يكون غطاو فراش لمراته ما يخرجش الاسرار ديالها. ولكن مع هاد المؤثرين، مع هاد اليوتيوبات اللي مسميات راسهم يوتيوبات، اشنو تنشوفوا معاهم؟ غش شوية والمحتوى الرديء. قلتي انت على راسك انك مرأة قوية، فاش اختي انت مرأة قوية في الشوهة ديال راجلك، انك كل ساعة تخرجي عليه شوهة. الا دخلتو اخوتي وشفتوا الارباح اللي ربحوا هاد الناس من خلال هاد لا فيديوهات اللي انت عاد المسلسل من نهار بدا لا فيديو دوشني، غتشوفوا راه ربحوا كتر اخوتي في الارباح من 20 مليون، وبطبيعة الحال هما عجبهم الحال، ولا كل نهار حاطين فيديو ورا فيديو خدامين، وراكم حتى نتوما المتتبعين اللي تتصفقوا ليهم، حتى نتوما راكم تديو الذنوب في هاد الشوهه اللي داير لينا في هاد اليوتيوب المغربي. وحنا بطبيعه الحال خايفين على المجتمع ديالنا، وخايفين على الصوره نتاع الاسره المغربيه، وهذه استغاثه يا عباد الله، عتقونا من هاد المؤثرين علينا بالسلبي. انتي قلتي قوية، احنا ما عرفناكش قوية فاش، قوية فاش تشدي التليفون وتبارطاجي معانا الشوايه والفضايح والاسرار نتاع دارك، هذه هي القوة. فاش تقولي للعيالات انك راكي واحد المرأة قوية وكونوا قويات وكونوا هذا ووقفت، شنو زعما بغيتي تعلمي لنا النساء انهم عادي يخرجوا اسرار نتاع رجالاتهم، انهم يتعايروا مع رجالاتهم، انهم يفضحوا اسرارهم؟ اش هاد الشيء اللي ولينا تنشوفه عباد الله؟ اش هاد الشوي اللي ولينا تنشوفه؟ اليوم اخوتي حطات واحد لا فيديو سمسمة وقالت لكم انها غادا تجيب حوايجها من دارها، وبطبيعة الحال وصلت لدارها وفتحت الباب ودخلت، وقالت لكم والله حتى نبارطاجي معاكم هاد لا فيديو هذا وهاد الشوهه ديالي. انت معترفه بلسانك انك تتبارطاجي معانا الشوهه، وانت قلتيها بلسانك في هذاك لا فيديو، قلتي والله تنبارطاجي معاكم هاد الشوهه ديالي. ويلي على هاد الشوهه، ويلي على شوهتي، ويلي على شوهتي. وقلتي كذلك انك ما بغيتيش تبارطاجي الطاقه السلبيه مع المتتبعات ديالك في الوقت اللي كلشي الفيديوهات ديالك غير طاقه سلبيه. اشنو عطيتينا وشنو نفعتينا انت؟ باش نفعتينا حنا؟ باش اثرتي علينا بالايجابي غير بالسلبي. دخلت اخوتي وهي تتصور وتبكي، امي انتي فراشي، امي انتي حالتي، شوفوا فراشي، الفتويات 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 اخوتي الفتويات كي دايرين، شوفوا قالت لكم كيتوسخوا حالتهم حاله، وشوفوا البيت وشوفوا الطبله. الفتويات اخوتي اللي قالت لك هي الفتويات مكبوب عليهم الحليب، واحد الكاس نتاع دانون اخوتي تما مليوح، بطبيعه الحال هذاك راه دانون او حليب، وهي راه عندها وليدات، هي راه عندها وليدات، ما مكبوباش عليهم المرقه، وقيلا راه ماشي راجلك تيرضع اللي غادي يكب من الرضاع الحليب على الفتويات، ولا غيكب دانون على الفتويات، راه راجل بعقله، راه ماشي غادي يمسح الفرماج ولا غادي يمسح حليب ولا غادي يكب دانون. طبيعة الحال لا، ولكن انت عندك واحد الوليدات، طبيعة الحال حنا تنعرفوا الوليدات اللي كانوا يرضعوا يطيحوا الرضاعة، ولا كانوا تيشربوا دانون، ولا في يديهم شي حاجة هكا يمسحوها. رجعوا مزيان اخوتي لهذاك لا فيديو وشوفوا تمعنوا. جات الطبله اخوتي اللي محطوط عليها الماكله وبينات لكم الطفايه، على هذيك ماشي شوها، على حنا قلنا لك شاركي معنا هذاك المحتوى، حنا قلنا لك قولي لينا راجلك اشنو الاسرار ديالو واشنو تيدير، حيت واحد لا فيديو اخوتي الا رجعتوا ليه نتاع اختها قالت لي واش يتعطى شي حاجه، قالت لها خليني ساكته، علاش تفضحي راجلك بهذه الطريقه؟ علاش تضربي ليه الطر ودائما مشوهه ودائما ناقصه منه قدام المتتبعين؟ واش هادشي ماشي حشومه وعيب؟ ها قولي ليا، ها هاد الشوي اللي دايره.
وبينات اخوتي فوق الطبله واحد العلبه زرقاء طويله، وفسولنا اخوتي لقينا بالله ديك العلبه هو اللي تبرم بها داك الشيء اللي بالي بالكم، داك الشيء اللي تعاطى وفهمتي بلا ما نورق اخوتي. ولي تصوري داك الشيء اللي كله طبيعه الحال حشومه وعيب، وانك تبين راجلك اشنو تيتعاطى اشنو تيتعاطى، وهذيك العلبه الزرقاء لاش تتصلح. اويلي حي اش هاد الشيء انتي تديري فيه؟ وقالت لكم اخوتي راكم عقلتوا، نهار كنت في داري فاش كنت انا تنتواجد في الدار ما كانش الفوطويات بحال هكا، وما كانش هاد الوسخ. وشوفوا الدس اخوتي، شوفوا هاد الشوهه، وقيله راه مع شكون شي بات معاه هنايا، وياك ما تيدخل شي زعما شي وحدينات. اويلي وجالسه وزايده وتشوه فيه، ياك ما تيدخل شي وحدينات يقد زعما انت راك ما متواجداش في الدار بحال انت ما حاضياش 24 ساعه بحال انت غايبه عليه. واش ما تتحشميش ووجهك صحيح قاصح، ما تيهمكش انت، تيهمك غير الاسانس والمدخول وما بعدك الطوفان. ودخلت للكوزينه وقالت لكم شوفوا الكوزينه ويلي على شوهتي، الا جبتي صحابك راه غيقولوا لك شوهتك انت، اما راه عارفين مرتك ما كايناش في الدار علاش شوهته هو؟ احنا عارفين ان الرجال حتى لو كانت مراتهم يعني عيالاتهم مسافرين راه ما تيشقاوش، تيخليو داك القله القله تيشقاو ينوض وينظف القله، اما تيخليو داك الشيء ترجع مراته كاع مسافر تبدا تخمر تقول لك الدار كي لقيتها راجلي راه ما تيشقاش. وعادي هادشي معروف على الرجاله، زعما راجلك دار شي حاجه ما تيديروهاش الرجال ويلي حي ويلي حي. شو قالت لكم الكوزينه شوفوا الدوش، اجي نقول لك علاش ما بينتيش بيت النعاس؟ ولا بيت النعاس كانت تخبى فيه عويتيقه، علاش ما بينتي الصالون الاخر اللي في دخلت الدار؟ ولا تلعبي معاه غميضه ما عرفتيش واش كاين تيتواجد في الصالون قاعد ولا في بيت النعاس، ولا بيت النعاس الصالون مجموعين، ولكن هذاك البيت والكوزينه مخليينهم مرونين، حيت بطبيعه الحال غديروا واحد اللقطه عليهم حتى هما من ضمن المسلسل الدرامي اللي دايرين. داكشي باش بينتي غير الفتويات وبينتي الكوزينه، ولكن الصالون وبيت النعاس ما بينتيش، باش تعرفي راسك راكي تتكذبي وتتنساي الكذبه ديالك، وانك واحد الانسانه اللي تتبغي ديري مسلسل راه كامل من نواحي، ولكن راه تتنساي واحد الزوايا في التصوير عفوا اللي تيفضحوك وتيبينوا لك الحقيقه ديالك. بالله راكي اكبر كذابه انتي ولا هذاك عويصقه ديالك. واجي خوتي اجي اجي واحد لا فيديو حطاتو سماسم، اي يا خوتي الاخت ديالها اللي بطبيعه الحال مشات قالت لك تزور فضفضه في الدار ديالها، وكانت متواجده سمسيمه مرت عويتيقه. واش داروا لينا في هذيك الحلقه في هذاك الفيديو؟ داروا لينا زعما سمسيمه راه حاشاكم راه تتقيه، وهي تقول لها اختها ياك ما درتيها، ياك ما درتيها زعما راه تتوحم، راه هي زعما نايضه وقد ما طالق الشقاق وما تلاتش حامله عويتيقه، راه الوحم اللي ضربها عليه. فهمتوا باش بغاو يسالوا هاد التمثيل ديالهم وهاد المسلسل ديالهم؟ زعما راه سمسيمه تتوحم داكشي باش ما تلاتش حامله راجلها، وهاد الوحم هو اللي ادى بها ان مشات دفعت بيه طلاق الشقاق. شفتوا خوتي؟ شفتوا كيفاش تيستعبطوكم؟ شفتوا كيفاش تيضحكوا عليكم؟ شفتوا كيفاش يلعبوا على العواطف ديالكم؟ شفتوا هاد الناس كيفاش يسمصروا فيكم وكيفاش يدخلوا الاسنس بالضحك عليكم؟ شفتوا اخوتي مزيان شنو تيديروا الافلام؟ وهي تقول لها اختها سماسم قالت لها ويلي انتي بغيتي تزيدي الثالث وبغيتي تطلقي. شوفوا يا خوتي، وزعما فضفاضه راه حلات فمها، وزعما زعما راه دهشت، زعما السيده راه تتوحم، وراه صافي هي راه بغات تزيد الثالث وراه خصهم يتصالحوا، حيت كيف خرجت الاخت ديال هي خوتي تاع وثيقه وقالت لكم هاد الشيء راه غير كذوب، وهاد الناس راه تيضحكوا عليكم، وهاد السيده راه مشوهانا ومشوه خونا، وخلات سيرته على كل ثان، وخلات فضيحته اللي ما يشتري يتفرق، وراه دائما مشوهه ودائما مطلع الادسنس بشوهته وبشوهه عائلته كما العاده خوتي. وفي الاخر غتقول لكم راني كنت غير تنتوحم داكشي باش تخاصمت مع راجلي، واش انا تنتسنى الثالث وعندي جوج وليدات اخرين وغنطلق من راجلي؟ ما جاتش اخوتي. هاد السيده هادي اللي مشات قدمت طلاق الشقاق
واش اخوتي شاركت معنا امتى الجلسه؟ واش قالت لنا واش قبضت محامي ولا لا؟ ابدا اخوتي، مشات وراتنا هذيك الوريقه اللي كتبات عند كاتب عمومي وصافي، جات تتبكي وتشكى علينا عوك عوك، انا راه بغيت نطلق راجلي ودفعت به طلاق شقاق، وبحال اليوم اخوتي مشات فضحاته وخلات فيديو كله شوها وفضايح ليه وصافي، وفي الاخر قالت لكم انا راه مرا قويه، بصح راكي قويه على راجلك، بصح راكي ستفضحي راجلك، بصح راه قالت لكم راه قالوا لي المتتبعات عندك يهزلك الفراش، ما بين الرجل والمراه ما كاينه السرقه، وعرفتي انت ما هزلك فراش ولا غادي لك بفراش، ولكن انت تتبغي تضحكي على المتتبعات ديالك ومستغله العاطفه ديالهم عباد الله، هو يقدر يهز فيك حتى العين ولا يهز عليك حتى صوته، نهار اللي كنتي تتعايري امو اللي ولداتو ورباتو ما خلات ما خسرات عليه صحتها وفلوسها، وكنت تعيري خواتاتو راه ما هزش فيك الراس وما قال لك سكتي وما تعيريش ليا الام ديالي، كان ساكت وضارب الطم وزاد تيعاير معاك، مثل غدروكا ينوض ويهز لك الفراش، تي علاه ما تضحكي علينا حنا؟ حنا عارقين بيك وعارفينك، بالله هذا المسلسل كله كذوب، هاد المسلسل نتاع الشو كله كذوب، وانتوما جالسين وتديروا على المتتبعين ديالكم الافلام وتضحكوا عليهم بهاد الصيغه هادي، شوفوا غا دروك هاد الفيديو اللي قالت لك انها تتقير تتوحم، وجالسه تقول اختي لا ما تصورينيش زعما ما تشاركيش هاد الشيء ما تصورينيش، وسير راه كاينين الحمد لله المغاربه العاقلين اللي تيفكروا بعقلهم ماشي غاب العاطفه، حسبي الله ونعم الوكيل فيكم يا المشوهين.